الاعتبار اللي هي فيرمي ديراك ستاتستيكال ايه؟ ميكانكس، لازم تاخدها في الاعتبار، فده سبب وجود الفاكتور اللي انت شايفه هنا ده. طيب الترم الاخير اللي هو اتش بار كي تربيع على كي دم كل تربيع، ده جاي منين؟ من بوم بوتنشال اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي فات، فده يعتبر سبورت كبير جدا للايه؟ للنظريه. في حاجه عايز اسالكم فيها او من الحاجات الجميله قوي في ال طيب بسرعه كده، البيكس اللي انتم شايفينها قدامكم دي، البيكس دي تمثل بلازما اوسيليشن. يعني ايه تمثل بلازما اوسيليشن؟ ان انت عندك ان انت بتعمل اثاره للالكترونز مثلا من مستويات طاقه قليله لمستويات طاقه اعلى، فلما توصل للمستويات الاعلى بيحصل حاجه ما يعرف بالبلازما اوسيليشن، ويرجع زي ما كنا بنتكلم اللي هي بيحصل حاله تاين وبعدين يحصل كومبينيشن تاني ما بين الشحنات المختلفه عن بعضها وهكذا. فالبيكس اللي قدامك دي عباره عن بلازما ايه؟ اوسيليشن تم رسمها. طيب ليه 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 في دامبنج او الشده بتاعتها بتقل؟ ليه الشده بتاعتها بتقل بالشكل ده؟ الشده بتاعتها بتقل عشان انت عندك ان مستويات الطاقه في مستويات الطاقه ديجيتال، فعشان كده مش كل مستويات الطاقه فيها نفس اعداد الايه؟ الالكترونز، وبالتالي البلازما اوسيليشنز الاوميجا بي قلنا انها بتعتمد، معرفش اتكلمنا هنا ولا ايه، قلنا الاوميجا بي بتعتمد على الدنسيتي، فبالتالي البلازما اوسيليشن بتزيد بزياده نمبر اوف بارتكلز في الانرجي ستيتس، فالدامبنج او الاقلال اللي انت شايفه في الشده اللي قدامك ده بسبب اختلاف عدد البارتكلز في مستويات الايه؟ في مستويات الطاقه. طيب بعد كده جه واحد اسمه كروزلس سنه 2008 ودخل ترم هنا في المعدل ده اللي هو بارشل بي اكس سي على بارشل اكس ديكوري اللي بنتكلم عنها النهارده اللي هي بنسميها اكسشينج كورليشن بوتنشال. ايه فكره الاكسشينج كورليشن بوتنشال؟ اللي هو في فكره الباولي اكس كورليشن برنسبل اللي هو ايه؟ بص هنا كده، هنا عندك في الاستيت اللي هو هنا ده الاس بتساوي اللي هو السبين بيساوي كام؟ بيساوي 1. طيب كده انت كده بتعمل بيوليت لباولكس كوليجن برنسبل. ليه؟ لان 2 الكترونز هاف ذا سيم ستيت، واخدين سيم كل حاجه، يعني كل حاجه زي بعضها. طيب ايه الحل في الموضوع ده؟ ها ايه الحل في الموضوع ده؟ لا مش كوانتم، بيحصل بيهيفير مختلف، يرجع برضه الشوك للكوانتم ميكانكس انه يفسر حاجه زي كده. ان انت عندك ادي النواه الاولى وادي النواه الثانيه، فعندك الكلاود الكترون كلاود سحابه الكترونيه في الحاله دي بتلف حوالين النواه بتاعتها بس، وهنا كذلك برضه الالكترون بتاع السحابه بتاعته بيلف حوالين النواه بتاعته بس، وبنقول ان الويف فانكشن في الحاله دي بيحصل حاجه اسمها ديستراكتيف انترفيرنس اللي هو تداخل هدام، تداخل هدام بينهم وما ايه وما يحصلش ان الالكترون اللي هنا يلف حوالين النواتين الاثنين ايه مع بعض، لا كل واحد يبعد ياخد ناحيه كده لوحده. طيب في حاله لما يبقوا اللي عندك الاثنين اس بتساوي صفر، في الحاله دي بيحصل ما يعرف بالكونستراكتيف انترفيرنس اللي هو تداخل بناء، بتلاقي الديون نيوكلاي ادي النواه الاولى والنواه الثانيه، ففي الحاله دي بتلاقي السحابه منتشره معاهم في الاثنين، يعني الالكترون بيلف حوالين النواتين الاثنين ايه مع بعض، وده بنسميه تداخل ايه بناء للويف ايه للويف فانكشن. فعشان الموضوع ده، طب انت عندك هنا الكترونز هنا كده هنا كده الالكترونز اللي في الحاله دي ال 1 اس الالكترونز هنا الاثنين زي بعض، فده بنسميه الاكستشينج اللي هو سبين انتر اكشن ما بينهم. الاكستشينج ده بنعبر احنا في الكلاسيك الميكانكس كل تعبيرنا عن الكولوم او كولوم فورس ما بين الايه البارتيكلز، بس بسبب باول اكسكلوجن برنسبل فلازم نعرف ان هو في هنا سبين انتر اكشن ما بين التو الكترونز في حاله ان الاثنين زي ايه؟ زي بعض. ليه لازم ناخد كمان سبين انتر اكشن؟ عشان اللي هي فكره ان لازم كل واحد بيدور حوالين النواه بتاعته ما يجيش ناحيه الثانيه عشان ما يحصلش اشتراك لايه؟ لباول اكسكلوجن برنسبل. طيب لو جينا هنا اللي هم زي بعض بقى اللي هم مختلفين عن بعض، ده الكورليشن، يعني اللي هم سبين اب وسبين داون دول مختلفين عن بعض وينبعوا باول اكسكلوجن برنسبل مفيش مشكله. طب برضه
زي ما بنقول في الكاينيتيك موديل، بنقول ان الكاينيتيك موديل ان هو في حاجه بيزد فيه انه ما بياخدش علاقه البارت، بيدرس كل بارتكل لوحده، لكن برضه ما خدش علاقه البارتكلز كلها ايه مع بعضها. فهنا كذلك نفس الفكره نفس المفهوم، ان انت عايز تاخد علاقه برضه لان هم صحيح يتبعوا بولكس كوليجن برنسبل، بس برضه لازم ان انت ايه لازم تاخد في اعتبارك البيهيفير بتاعه البارتكلز مع بعضها حتى لو هم كانوا فيزيائيا الوضع مظبوط. طيب اخر حاجه عايز اقولها التريكس دي مهمه جدا يا حضرات، اللي هي عباره عن ايه؟ لو انت عندك ماده سيمي كوندكتور، وعملت لها اكسايتيشن، فخد بالك من حاجه ان الالكترون بيطلع من فيلانس باند دي فيلانس باند، يروح للكوندكشن باند هنا كده، وهو في وجوده في الكوندكشن باند بيبقى له لايف تايم، ما بيفضلش. انا قلت ان البلازما حالتها ما بتبقاش موجوده باستمرار، بيبقى له لايف تايم فبيرجع مره ثانيه. فلو كانت البلازما اوسيليشن اكبر من اللايف تايم بتاع الالكترون باند، ما ينفعش تدرس حاله البلازما في الحاله دي. تاخد بالك من الحته دي كويس، يعني رينج الكثافه تقريبا اللي هو 10 باور 18 و10 باور 19 ما يخشش معانا في الدراسه. خلاص؟ طيب التريك الثانيه ان انت عندك لو كان عندك الكوليجن تايم اكبر من البلازما اوسيليشن فممكن تهمله في الحاله دي. لو في تفاصيل بالليل ان شاء الله. الحاجه رقم 3 البوم بوتنشال، ما ينفعش تدرس التبسك كوانتم بلازما وانت حاطط الترم بتاع البوم. ليه؟ الكوانتم ميكانكس بتديك بتقول لك ان احنا بنحتمل ان الالكترون ده يبقى موجود هنا او هنا او هنا او هنا، لكن البوم بوتنشال مشكلته ان هو بيقول لك ان البارتل موجود في كل حته في نفس الوقت، مش بيدي احتمال، هو بيقول لك هو موجود، هو موجود في كل حته في نفس الوقت. طب لما تيجي تخش في ده ممكن يقبل، لكن لما تيجي انت تتكلم في الريتيفستك كوانتم بلازما، يعني انت بتتكلم على بارتكل سرعته تقريبا سرعه الضوء، يعني ممكن نضربه بمثال بسيط ان هو ترين بيتحرك، ما هو موجود في كل المحطات في وقت واحد، يعني موجود مثلا عندنا في بورسعيد وبنها والقاهره وبني سويف واسيوط واسوان، كل المحطات موجود في نفس الوقت، ده غير مقبول تماما وحاجه مرفوضه فيزيائيا خالص، لان في دراسات في الحاجات دي، فده حاجات تبعد عنها. طيب خلاص بقى. طب دقيقة واحدة دقيقة واحدة اخر تقريبا خلاص باقي مش عايزين نبدا اسئله. انا بس حته الاخيره كونسبت في الكوانتم بلازما اللي هي داستي كوانتم بلازما او كوانتم داستي بلازما. ايه فكره كوانتم؟ بصوا معايا كده، من المشاكل اللي بتقابل الناس دلوقتي خصوصا الناس اللي هي بتشتغل عملي، ان هو ما بيعرفوش ايه السيناريو اللي بيبقى عنده بيخلي عنده داست بارتكل، ما يعرف يعني في تفسيرات، لكن ما حدش قادر برضه يتنبا في الموضوع ده بشكل كويس. فيعني الارجح الراجح بشكل كبير بين الناس ان 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 الداست بيتكون ازاي؟ ان انت بيبقى عندك الكترون وبوزيتيف ايون، الكترون الدايره الحمراء والجزء النازله ده، الاثنين يرتبطوا مع بعض يديك الايه؟ البارتكل هنسميه ايه مثلا؟ الايه ده يتجمع كمان زي شويه حواليه يعني عشان يكون لك الجرين، وبعدين في النهايه يكون لك ما يعرف بالداست ايه؟ بارتكل. طيب لو عدد البارتكلز التجميعه اللي هي في النص قدامك دي حوالي 100 بارتكل، فتبقى التمبريتشر بتاعه الجرين في الحاله دي بتتراوح من 11500 ل 60000 كلفن. وفي الحاله ومع العلم ان الميلتنج تمبريتشر عند درجه الحراره اللي بينصهر عنها عندها الجرين ده وما بيبقاش عندك داست اصلا 5000، يبقى ممكن يحتمل وجود الداست بارتكل في الكلاسيكال بلازما، بس برضه في رينج محدود، مش في كل الكلاسيكال ايه بلازما، في رينج محدود. طب هل يحتمل وجوده في الكوانتم بلازما؟ هل الداست ممكن يتكون في الكوانتم بلازما؟ لا، احنا النهارده بنقول لا. ليه؟ ولحد النهارده في ابحاث بتنشر ان في داست في الكوانتم، بس ده كلام منافي للاساسيات العلميه. انت عندك المعادله الاولى دي بتوضح درجه دي السيرفس تمبريتشر للداست جرين. المعدل اللي فوق دي لو انت عوضت ال ان اي كثافه عباره عن 10 23 حطها في المعدل اللي فوق، هتبقى درجه حراره السيرفس اكبر من 10 باور 5، واحنا قلنا ان الميتنج تمبريتشر للجرين بتبقى 5000. في الحاله دي ما بيحصلش ان يبقى عندك جرين وبيحصل سباتنج، يعني اول ما بيحصل سباتنج يعني بتقوم زي فرقعت كده
وعشان كده انا كان مفهومي عن الدست بانكت انها حاجه سيئه وجودها في البلد. لكن الحقيقه دلوقتي ان الناس بقت تستخدمها حاجه ادفانس جدا جدا جدا، انها تستخدمها كسورس للنانو بارتكلز، وفعلا داخل في ابلكيشنز كتير جدا. ما شكرا بقى.